السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ما وعدكم الآن غندير وصفة دجاج محمر مع أسرار باش يكون لذيذ من الطباخة عيشة. إذا في الفيديو السابق شفنا كيفاش كيتنظف الدجاج بطريقة جيدة، وشفنا أيضا التتبيلة الخاصة اللي يمكن نديروها الدجاج ملي كننظفوه باش يمكن يعطي واحد اللذة في المذاق في أي وصفة بغينا نستعمله. اللي ما شافش الفيديو السابق غنخلي ليه رابط الفيديو في صندوق الوصف. في هذه الحلقة غنشوفوا التشرميلة الخاصة بالدجاج محمر وطريقة الطهو ديالو، وصراحة صدقوني بأنه بحق اللي ذاقوا قال لي بأنه لذيذ. إذا نخليكم مع الفيديو. احنا دابا خرجنا الدجاج، ها هو خرجناه من الثلاجة، ها هو بعد ما يبات فيها. الآن غنشوفو غنشرملو، نشوفو العطرية اللي غتخصنا. يلا عيشة، شنو هو اش خصنا؟ اذا هنا القزبر المعدنوس هما طحناهم مزيان، واللي عنده المهراز يستعمل المهراز، اللي ما عندوش مهراز يدير الطحانه ياك. بعد ما وضعنا الربيع اذا غناخذوا الخرقوم البلدي، اذا غير راس معلقه ولا هكاك شي معلقه ونص هذيك، معلقه صغيره، معلقه كبيره. درتي دابا درتي البزار؟ معلقه ولا شحال؟ معلقه صغيره. اش عندنا اش من عندنا دابا؟ هريسه. هريسه بلاتي بالنسبه لي كيبغي ما كيبغيش الحار، ندير النص. النص لان ما خصهاش تبان ياك. صافي نص معلقه تاع الهريسه. هنا اذا عندنا قولي نص معلقه صغيره ديال الهريسه. جوج طيور. جوج طيور هنا باش ما يجيش حار. عندنا هنا سكينجبير شحال؟ صغيره تاعي صغيره. هذه عطريه تاع الدجاج. هذه كتباع، هذه تاع التعاون اللي خديتها. من بعد غنقول لكم القوام ديالها في حصه اخرى نصوبوها. اذا هنا هذه عطريه الدجاج شحال كدير فيها؟ نص معلقه ياك. عفوا هذه ديال الثقه ديال والاخرى كدير فيها معلقه. اين هي الاخرى؟ هريسه وهذيك سميتها بسيبي سوق لا. اذا اللي ما عندوش هذه غيدير بسيبيسه وقع قله، يعني الهيل معلقه مخلطه. كطحنهم جوج وكدير. اذا اللي ما عندوش هاد العطريه ديال الدجاج غيدير معلقه مخلط فيها الهيل، يعني قع قله وبسيبيسه مطحونين، حيت هاد العطريه اصلا فيها هذيك بسيبيسه وقع قله وحدين اخرين. اذا هنا شنو هذا؟ هنا الثومه والحامض والبصله. اذا هنا طحنات البصله مع الثومه وواحد الحامضه. اذا بصله متوسطه شحال درتي مدروس الثومه تقريبا؟ درتي نيت كبش ديال الثومه، يعني اذا راس تاع الثومه وعندنا بصله متوسطه وحامضه طحناهم باش هما اللي غتخلط بهم هاد الخليط. شنو هذا؟ السمن الحار. غدير معلقه، كدير معلقه كبيره تقريبا. معلقه كبيره كيعطي البنة. المطبخ المغربي اللي ما كانش السمن ما كاين والو. الملحه ما غديريهاش، قلتي لي بان لان مغسول بالملحه، اذا فبالتالي ما غنديروش الملحه. بقى لنا زعفران الحر، غديريه حتى هو دابا؟ غنديرو بلا غيكون طلق دابا. لا طلق حيت ما غديريش الملون. لا ما كنديش انا الملون، ما غديريش حتى الملون، نخلي شويه باش. اذا هنا درناه في الزعفران الحر، درناه في ما طايب باش يطلق، وراه خلات واحد الجزء منه يمكن بغات تزيدو في الطياب في الاخر. واخا درتي بيه غتخلطي بيدك. يلا خلطي بيدك. هنا نمشي دابا هاد الشرموله اللي غنشرملو بها غتخلي فيها الدجاج شويه مرقد. تقريبا شحال كيبقى اللي واحد اللي بغى يخلي؟ كانت تزربينه تخلي شي وخا ربع ساعه، ما كتزربينش غتخلي ساعه ولا نص ساعه. نص ساعة بلاتي ما تكتشش. هاهو بسم الله.
دابا كتدخلي هاد الشرموله بين الجلده واللحم وكل شيء باش يشرب. هو قد ما خليتيه يشرب يعني واخا نص نهار يكون احسن احسن زوينه فيه. وقد ما تشرمل وبقى كيجي رطب وكي كيشرب ديك اللذه تاع العطريه. كاين اللي كيدير ملون باش يعطي اللون، انا ما معش ملون، اللي كيبغي يدير ملون راه يديرو. اصلا ما غيتحمر راه غيجي باين. وهاد يعني القنصه والكبده وداك الشيء غادي لهم تما غتشرم ليهم تما لا تنقيهم غنسلقهم هذوك غادي الى كلشي تلون شتي. دابا ملي غتبغي طيبيه زدتي فيه شويه تاع الزعفران الحر غيكون طلق مزيان. دابا طلق مزيان دابا باش يجيك ملون. دابا المهم هذاك اللي ما بغاش يدير ملون ها يدير هكا الزعفران الحر راه كيعطي النسمه وداكشي. يا غدهنوا كامل يعطيهم الزعفران الحر اللي خلات داك اللي في الماء باش يعطيه اللون، لان الان طلق اللون بزاف باش يتحمر تشيش. صافي دابا درتيه في طنجره وغدير عليه ديك اللقامه اللي بقات يعني الشرموله ديالته وغنردوه دابا يغلى. هنا ما صورتش شحال درتي زدتي الماء غير شي نص زلافه هكا باش يغلى. اذا حنا مازال ما درناش الزيت في الاول كندير غير شويه الماء باش يتقلى فيه. اذا هنا بعد ما ضفت هذاك الشيء ديال الماء هي غتخليه يغلى في الماء شويه، عاد من بعد غنضيفو نص كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائدة لان حتى يتقلى ونوريه لكم. بالنسبة لهاد تقاطع الدجاج راه غادي نسلقوهم عاد من بعد نقطعوهم. دابا بدا يغلى واش غنديرو؟ غير القلب ديالو القلب شوية. دان هنا نص حامضة مصيرة درنا وزيت العود او زيت الزيتون وغضيفي زيت المائده. اذا هنا درتي ما درتيش يمكن الزيت باش تدخل الشرموله ياك حيت الزيت كيحبس الشرموله ما كتدخلش مزيان. لا ها هو زيت المائده صافي نخليه دابا الشكل. وجدتي البصله شحال وجدتي البصله؟ شي كيلو البصله غديرها دابا هاهي. وهذا ما كنقفلوش عليه في الطنجره الضغط يعني كنوضعو يعني كتبغي الطنجره العاديه. الطنجره العاديه انا الكوب قلت لك حيت ما عنديش انا الطنجره باش نصاوب. اذا عندي غير الطنجره الضغط هنا غادي غنغطيوها كي الطنجره العاديه وصافي وغادي نخليوها طيب. اذا هنا لاحظتوا بان البصله نوريها لهم مشلضه مزيان شلاها هي مشلضه مزيان. دابا كتقبيه هكا باش تدخل مع الشرموله مزيان ويطيب ضوء ياك غير من جهه وحده كتقبيه من كل جهه غتقلبيه دابا باش عاود تقبيه. اذا غندير هكا وغادي ندخلوها عاوتاني من الجهه الاخرى باش يدخل مع الطياب وحتى الشرموله تكون دوز مزيان يعني يشربها مزيان. من بعد ما طاب الدجاج حيدناه باش نخليه يبرد وخلينا ديك المرقه تسكح. زدنا فيها تقاطع ديال الدجاج اللي سلقناهم وقطعناهم وكنخليهم يطيبوا فيها وفي نفس الوقت كنبقاو نحركوا باش الدغميره يعني تعقد. الزيتون كنسلقوه، انا درت الزيتون ديال الدار تاع الزيتون ديال الا شريتوه حتى هو خصو يتسلق باش نقص منه الملحه. ومن بعد كنضيفوه هو الاخر. بالنسبه للزيتون الدار خصو يطيب شويه في المرقه، اذا كنبقاو نطيبوا ديك المرقه ونحركوها حتى كتعقد كتولي كي الدغميره. ملي برد الدجاج دهنتو بواحد الخلطه اللي حضرنا اللي هي عباره عن زيت الزيتون الهريسه، راه ما غاديش حاره ما ديروش كميه كثيره اذا كتجيش حاره ولكن كتعطيه اللون ويعني المذاق، والسمن البلدي. اذا غنخلطوهم مزيان وغندهنوا بهم الدجاج من برا
وغندخلوه الفران يتحمر من ناحيتين. من بعد غادي نقدموه في صحن التقديم هنا كما شفتوا، لانه درنا عليه الدغميره وزوقناه بقشور الحامض اللي قطعناهم بهذه الطريقه، وهما اللي حيدنا لهم اللب ودرناه في المرق. كنتمنى هذا الفيديو يكون راقكم ونال اعجابكم، والى فيديو اخر باذن الله.